عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى جولة جديدة من جولاتنا في حديث الصحافة، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتبت ديانا مقلد مقالا تحت عنوان حزب الله يخاف السخرية. قالت فيه: غضبت الأسبوع الماضي في لبنان جموع شعبية أو استغضبت لأن برنامجا ساخرا تناول شخصية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ترجم الغضب اعتصامات ومظاهرات وقطعا للطرقات في استعادة لغضب شعبي مماثل حدث عام 2006 حين جرى تقديم نصر الله بشكل ساخر أيضا. لكن وبعد المظاهرات وأحداث الشغب الأولى، عمد مقدمو البرامج الساخرة إلى تجنب تناول نصر الله والاكتفاء بتقليد شخصيات أخرى من حزب الله وإبقاء نصر الله شخصيا بعيدا عن التناول، حينها جرى تعميم أن نصر الله رجل دين ولا تجوز السخرية منه. والبرنامج الأخير لم يكن عاليا نبرة ضد نصر الله، بل إن مخرج الفقرة غالبا ما عبر عن إعجابه بزعيم الحزب، لكن التظاهر والشغب كان بمثابة رسالة إنذار جديدة لمحاولة وضع نصر الله في الخانة التي يفترض محاسبوه ربما أن عليه أن يبقى فيها، وهي خانة الإلهي، وهي الصفة التي حرص الحزب على إلحاقها بنتائج حرب عام 2006، وباتت شعاراً يلصق بكل ما يفعله، حتى جرت إحاطة مشاركة الحزب في الحرب مع النظام السوري بالهالة نفسها. حزب الله الذي بات يتضخم على نحو هائل، بحيث يقود لبنان وجمهوره إلى حرب انتحارية في سوريا، هو حزب يكره السخرية، فالسخرية تنزع منه الهالة التي تحيط بكل المواقف المبنية على الدغمائية والجمود الفكري، كما هو الحال دائما مع الحزب، والسخرية تحصننا ضد الأشخاص، وهذا لا ينسجم مع كل جهود تقديس نصر الله. حزب الله يجيد تطويق نفسه بالغموض والسخرية لأسباب كثيرة، وفي قلب ذلك الطوق تخنق السخرية التي غالباً ما تولد جراء الامتعاض من الخطاب الرسمي الذي يستشعر متلقيه أنه يخفي ما هو جوهري، وهذا هو الحال مع خطابات الأمين العام لحزب الله. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى صحيفة إيلاف، حيث نشر خير الله خير الله مقالاً تحت عنوان حزب الله عدو لإسرائيل أم عدو لسوريا ولبنان. قال فيه: لا شك أن هناك غباء لدى بعض اللبنانيين، لكن معظم اللبنانيين ليسوا أغبياء إلى درجة يمكن أن تنطلي عليهم كلمات من النوع الذي يصدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. تكمن مشكلة الأمين العام لحزب الله في أن اللبنانيين ليسوا بالغباء الذي يعتقده، خصوصاً أنه بات يؤكد بالصوت والصورة أنه لا يريد فقط أن تكون الحكومة اللبنانية تابعة له، بل يريد السيطرة على كل لبنان بمسيحيه ومسلميه. الملفت في الخطاب الأخير للأمين لحزب الله سعيه إلى طمأنة أنصاره أن إسرائيل تتبع لأمريكا وليس العكس. كان يدعي في تاريخ لم يمر عليه الزمن أن إسرائيل هي التي تتحكم بالقرار الأمريكي. أراد القول أن صفقة إيرانية أمريكية تصب في مصلحة حزب الله الذي لا خوف على مستقبله. أكثر من ذلك، أراد القول أن مثل هذه الصفقة ستعزز وضع حزب الله في لبنان، وأن الشيطان الأكبر هو بالفعل الشيطان الأكبر، وأن التعاطي معه مليء بالفوائد والمنافع التي ستصب في مصلحة كل من سيؤيد حزب الله في لبنان ويدعمه، وأن أمريكا ستساند هذا التوجه عاجلاً أم آجلاً. في النهاية،
يسعى الأمين العام لحزب الله إلى الترويج لصفقة جديدة تحلم بها إيران. فحوى الصفقة تكريس إيران قوة إقليمية مهيمنة في مقابل تخليها عن الجانب العسكري في برنامجها النووي. مثل هذا الدور الإقليمي لإيران يسمح أو هكذا يفترض لميليشيا مذهبية عناصرها لبنانية بمشاركة النظام السوري في قتل شعبه، كما يسمح لهذه الميليشيا المسلحة بتشكيل حكومة لبنانية جديدة على نسق الحكومة المستقيلة التي على رأسها نظريا فقط نائب سني من طرابلس اسمه نجيب ميقاتي. وختم الكاتب بالقول: كيف يمكن لمن يفكر بهذه الطريقة ويتصرف على هذا النحو الادعاء بأنه عدو لإسرائيل ولطموحاتها على الصعيد الإقليمي؟ ليس الكلام عن العداء لإسرائيل، هذا إذا كان هناك عداء حقيقي لها، سوى غطاء للحرب التي تشنها إيران على لبنان واللبنانيين وسوريا والسوريين. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى موقع الجزيرة نت، حيث كتب غازي التوبة مقالا تحت عنوان وجاء دور العلماء، قال فيه: وكب العلماء السوريون الثورة منذ بداية انطلاقتها، فقد قام علماء الداخل بالدعوة إلى التظاهر وتحشيد الجهود من أجل إزالة حكم الطاغية بشار الأسد، واستفادوا في ذلك من المساجد ومن جموع صلاة الجمعة، ودعوا إلى التضحية والبذل والفداء. أما علماء الخارج فعقدوا عدة مؤتمرات واجتماعات من أجل تأييد العمل الثوري والتظاهري الذي تقوم به جموع الشعب السوري في الداخل، لكن ساحة الثورة السورية ما زالت بحاجة إلى مرجعية علمائية تظلل كل الأرض السورية. فقد نما إلى علمي أن هناك جهوداً تبذل الآن من أجل تحقيق هذا الهدف، وتقوم بهذه الجهود كبرى روابط العلماء السوريين، من مثل رابطة علماء الشام ورابطة العلماء السوريين. وستستفيد هذه المرجعية العلمائية من التجارب السابقة، تبني على إيجابياتها وتتجنب سلبياتها. وسيكون علماء المرجعية إن شاء الله ربانيين، يعملون على معالجة كل المشاكل التي تواجهها الثورة السورية من خلال ميثاق شرعي منهجي واع لكل مكوناتها. وأعتقد أن الثورة السورية عطشة لمثل هذه المرجعية العلمائية التي ستلبي عدة احتياجات في مسيرة الثورة السورية، وستحل مشاكل متعددة تواجهها هذه الثورة، ومنها تجميع الفصائل والكتائب والقوى والروابط والهيئات والشخصيات الإسلامية تحت قيادة واحدة من أجل تبادل الآراء والتشاور مع القيادتين السياسية والعسكرية للثورة السورية والتفاهم معهما على خطوات موحدة تعود بالنفع والفائدة والتقدم على الثورة السورية من أجل دحر النظام وإنهاء معاناة الشعب السوري وإيقاف تدمير سوريا. كما ستقوم المرجعية العلمائية بعد بلورة المواقف المناسبة مع القيادتين السياسية والعسكرية للثورة السورية، ستقوم بترويج هذه المواقف ودعوة جمهور الشعب السوري إلى مساندتها والالتفاف حولها وتأييدها. والخلاصة، يختم الكاتب، هي أن العلماء شكلوا قيادة فاعلة على مدار التاريخ الماضي والحاضر، والثورة السورية الآن أحوج ما تكون إلى مرجعية علمائية ربانية توحد الجهود وتبث الخطاب الإيماني الذي يدعو إلى الصبر والتضحية والإيثار، وتسدد توجهات القيادة العسكرية والسياسية، وتزيد اللحمة بين أبناء الشعب الواحد،
وتواجه خطاب الغلو والخطابات المنحرفة بخطاب شرعي وسطي سليم، وهو ما نتوقع أن نراه قريبا بإذن الله. وبالانتقال إلى مجلة ثورة الكرامة، حيث كتب أبو محمود الحمصي مقالا تحت عنوان عصر الخدمات، قال فيه: عندما انتخب أوباما رئيسا لأمريكا في عام 2008، أعلن في خطابه الأول أن عصر المال سينتهي وسيحل محله عصر الخدمات. ومن الواضح أن تجارة المال تعني بيع شيء عيني مقابل المال، أما تجارة الخدمات فهي تعني تقديم المال للحصول على خدمة ما. تعلمت أمريكا من حروبها في أفغانستان والعراق أن الدخول بقواتها العسكرية لفرض واقع ينعكس على مصالحها ليس بالضرورة مجدياً، في ضوء الخسائر المادية والبشرية التي تنفقها للوصول إلى هذه المصالح. إن من يعتقد أن الدول العظمى مؤسسات خيرية تعطف على الفقراء والمحتاجين لهو في ضلال بعيد، ففقرنا يعني غناهم، وضعفنا يعني قوتهم، وإن من يعتقد أن الدول العظمى تهتم بالإنسانية وحقوق الإنسان وتتألم لمعاناة اللاجئين والمشردين والمعتقلين لهو أضل سبيلا من سابقه، فهذه الدول لا تهتم بالمعاناة الإنسانية إلا إذا حدثت على أراضيها وحركت الرأي العام داخلها. أما بعيدا عن هذه الدول فحتى الرأي العام لا يهتم لهذه الأمور، طالما أن ما يحدث من قتل ودمار يحدث بعيدا، يعني حوالينا ولا علينا. الشعب السوري شعب ثوري بامتياز، ولكننا غير ماهرين في تجارة الخدمات، ونملك من الثروات ما يجعلنا عرضة للدمار حتى تصبح ثرواتنا متاحة لمن يريدها بأبخس الأثمان. وهنا نتوضح تجارة الخدمات، فقد دفعنا من دمنا ثمن أسلحة كيميائية لم تستخدم إلا لضربنا، وسوف ندفع أيضا لتسليمها وتفكيكها والبقاء دون أسلحة ردع كنا نعتقد بأنها تحمينا. ونحن إن كنا دخلنا في السياسة بعد عقود من التصحر السياسي، استطعنا أن نعرف كيف كان النظام يفاوض ويحقق أهدافه دون الإضرار بمصالح الكبار، وكيف تصير الصفقات التي كان النظام يبرمجها ليتاجر بدمائنا وثرواتنا ومستقبل أولادنا. إن الاعتماد على الذات وتنظيم الموارد المادية والبشرية الوطنية وعدم التعويل على المساعدات والوعود والأحلام الفارغة وعدم انتظار الإرادة الدولية حتى تجتمع وتقرر المساعدة هو أفضل ما يمكننا أن نفعله، وهو ما يجعلنا فعلاً أحراراً لا مرتهنين لإرادة خارجية وإرادة مصلحية. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى صحيفة يني شفق التي كتبت خبراً عن مؤتمر حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي في عمان، جاء فيه: انطلقت في العاصمة الأردنية عمان يوم الأحد أعمال مؤتمر حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي التحديات والآفاق، الذي ينظمه مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن. ويتناول المؤتمر بحسب المنظمين أربعة محاور رئيسية هي: واقع حركات الإسلام السياسي، والتحديات التي تواجهها حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي، ورؤى حركات الإسلام السياسي، وحركات الإسلام السياسي الفرص وآفاق المستقبل. وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مجموعة من الكلمات لعدد من المشاركين، وكانت البداية مع محمد اليدومي رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، والذي أشار في كلمته إلى أن الثورة في اليمن لم تكن ثورة جياع، بل كانت ثورة الكرامة
وأشواق الحرية. أما محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا فقال: إن من يزور ليبيا يستغرب من أن دولة منتجة للنفط تعيش هذا الواقع، مضيفا إلى أن الشعب الليبي ما زال يعمل على إرساء دعائم دولة جديدة، والتي لا زالت تمر بمرحلة ليست أقل صعوبة من المرحلة السابقة. وبين صوان بأن هناك تعاونا في العمل السياسي في ليبيا، والتجانس الاجتماعي هو الصفة السائدة في المجتمع الليبي، والإسلام هو المطلب الشعبي. أما طاهر المصري رئيس مجلس الوزراء الأردني الأسبق فقال: الحركات الإسلامية هي حركات تتحدث عن دولة إسلامية شاملة، كل حسب رؤيته وأفكاره. من جانبه اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن حمزة منصور أن الدولة الإسلامية ضرورة قومية ووطنية وعالمية. وأوضح منصور في كلمته: إن الإسلام الشامل الكامل نظام حياة، وأن العقيدة والسياسة تعرضت للاستهداف في الوطن العربي، وتم استهداف الإسلاميين واعتقالهم ومضايقتهم بشتى الطرق والوسائل. وختم جواد الحمد رئيس المؤتمر ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مبينا بأن انعقاد المؤتمر جاء ليشارك به الإسلاميون بنسبة الثلثين وثلث من غيرهم، لتقديم رؤية نقدية للتجارب ولتطوير أداء التيار الإسلامي السياسي، خاصة أنه أصبح جزءاً أساسياً في الوطن العربي. وسيختتم المؤتمر اليوم الاثنين. خبرنا الأخير من وكالة أنباء جيهان التركية، التي كتبت عن نتائج زيارة مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق إلى مدينة ديار بكر، ولقائه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، واتفاقهما حول أربعة قضايا جاء فيها: استغرق اللقاء الذي عقد بأحد فنادق ولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا ساعة وعشرين دقيقة بمشاركة نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطلاي، ووزير الخارجية أحمد داود أغلو، ومساعد مستشار رئاسة الوزراء إبراهيم قالين. وقد اتفق الطرفان على بدء تدفق نفط شمال العراق إلى تركيا عبر خط الأنابيب الذي يربط الطرفين في غضون مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر. وتطرق الطرفان للحديث عن إنشاء معبرين حدوديين بين الجانبين ليخدما إلى جانب معبر خابور القائم بالفعل، إذ اتفقا على افتتاح هذين المعبرين خلال شهر من الآن. وتوصل أردوغان وبرزاني إلى اتفاق في وجهات النظر بشأن مكافحة عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي امتداد حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، حيث أكد برزاني أنه لن يسمح بإقامة هذه العناصر دولة بحكم الأمر الواقع في الشمال السوري. كما أعرب أردوغان وبرزاني عن تبنيهما كافة الاستراتيجيات الرامية لمواصلة المفاوضات التي تجريها السلطات المعنية في أنقرة مع أوجلان في محبسه، من أجل أن يعم السلام والوئام المنطقة بأسرها. إلى هذا نصل إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم في حديث الصحافة. نترككم في رعاية الله وإلى جولة جديدة غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.